النساء تعتكف في المساجد أيضا، تعتكف في المساجد كما اعتكف أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من بعده في المسجد، لكن شريطة أن تؤمن الفتنة. لا تبحث المرأة عن سنة ثم بعد ذلك ترتكب محرمات فتتعرض لرؤية الرجال الأجانب، أو يفتتن بها من يفتتن، أو هي تفتتن بالرجال. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا أمنت الفتنة ووجد مكان في المسجد بحيث لا يستطيع الرجال الوصول إليه وأمنت هذه الفتنة، فالنساء شقاق الرجال، كما يستحب في حق الرجال يستحب في حق النساء، على ألا تضيع ما هو أوجب من ذلك عليها. المقصود أنه مشروع في حق النساء أيضا.